تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل حلقتنا. وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلاله إزاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا. ونجم السوشيال لاب النهاردة الكينج محمد منير، واللي دايماً بيمتعنا بأغانيه اللي دايماً مميزة. وطبعاً الكينج الفترة اللي فاتت أحيا حفلة مع النجم حميد الشاعري ضمن حفلات مهرجان العالمين الجديدة، وحضر عدد كبير من جمهوره، ووصل عدد المتفرجين ل 25,000، وكانوا متفاعلين مع الكينج والكابو. وقدم منير والشاعري مفاجأة خلال الحفلة وغنوا أغنية أكيد، ودي للمرة الأولى بعد 37 سنة. تعالوا نشوف الكينج بيعمل إيه على السوشيال ميديا، ونبدأ من الفيسبوك. وبيتابع محمد منير 9,100,000 متابع، وآخر بوست نشره أغنيته الجديدة الساحل الشمالي واللي بتشاركه فيه مريم فارس، وده بيعتبر أول دويتو بينهم. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم وحققت 4,000,000 فيوز. من الفيسبوك نروح للإنستجرام، بيتابع محمد منير على الإنستجرام 798,000 متابع، ونشر لحد دلوقتي 165 صورة وفيديو. أكاونت منير معظمه عن أغانيه وصور وفيديوز لحفلاته وكواليس أعماله الفنية، لكن الصور اللي تصدرت الترند هي صورة الفوتو سيشن اللي على غلاف جي كيو الشرق الأوسط، وظهر بجلسة تصوير غير تقليدية وتصدر الغلاف تحت عنوان أسطورة العام. وأخيراً قناة محمد منير على اليوتيوب بيتابعها 812,000 متابع، ونشر 88 فيديو، ومعظم الأغاني حققت ملايين الفيوز. ومن أكتر الأغاني اللي عليها أغنية باب الجمال واللي حققت 6,000,000، وأغنية أنا رايق واللي حققت أكتر من 3,000,000، وأغنية مهموم وحققت أكتر من 5,000,000. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب.